الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نتعرف اليوم على الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية. أول شيء رح ناخذك شقين، الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية. الاحتمال تعرفتي عليه في المرحلة الثانية ثانوي، عبارة عن التوافيق والتباديل. التوافيق لا تحتاج إلى ترتيب معين، لكن التباديل لابد من الترتيب. عندي الآن الاحتمال تسمى النسبة التي تقيس فرصة وقوع حادثة معينة احتمالا، ووقوع الشيء المرغوب فيه يسمى نجاحا، وعدم وقوعه يسمى فشلا. إذا أنا عندي الاحتمال يا يكون مؤكدا واحد، أو يكون مستحيل صفر. هذا بالنسبة للاحتمال. ومجموعة النواتج الممكنة تسمى فضاء العينة، كلما اقترب احتمال وقوع حادثة من واحد كانت فرصة أو إمكانيات وقوعه أكبر، إذن أو تكون مؤكدة. طيب عندي الآن هنا الـ B of F عبارة عن الفشل، والـ B of S عبارة عن نجاح. إذا كان عدد مرات نجاح وقوع حادثة S من المرات، وعدد مرات فشل وقوع الحادثة نفسها F من المرات، فإن احتمال النجاح يكتب على النحو B of S، كما يكتب احتمال الفشل على النحو B of F، ويعطى كل من احتمال النجاح واحتمال الفشل بالصيغتين الآتيتين. أنا راح أحل لكم هذا الدرس بشكل جدا مبسط عشان تقدرين تفهمينه. لاحظ أن الصيغة لا تختلف في مضمونها، دائما البسط دائما نعبر عنه بالحالة الخاصة، والمقام في الاحتمال عن الحالة العامة، وقوع الحالة العامة. الحالة الخاصة تأتي في بداية السؤال، أو نقول تأتي في السؤال بعد فما احتمال. الحالة العامة تأتي في بداية السؤال. هذا بالنسبة للحالة العامة والحالة الخاصة. طيب راح ناخذ أول مثال، وراح نسوي مراجعة بسيطة لجزئية التوافيق. التوافيق مصطلح أخذتي أنت في ثاني ثانوي. أول شيء التوافيق يرمز له بالرمز C. كيف كنا نوجده؟ أنا عندي الآن، لو فرضنا أنا عندي 20 توافيق السي، أو توافيق عذران الخمسة، معناها في البسط راح أضرب العشرين الخمس الحدود الأولى، 20 في 19 في 18 في 17 في 16 على مضروب الخمسة اللي هو 5 في 4 في 3 في 2 في 1، ونطلع الناتج اللي عبارة عن 15504. لو قلنا فرضا 8 توافيق الثلاثة، معناها رح ناخذ 8 مضروب 3 حدود لها، 8 في 7 في 6 على 3 في 2 في 1، بعد التبسيط راح تصبح عندي 56. لو جاني 8 توافيق الصفر راح يساوي 1. دائما إذا إن توافيق الصفر راح تساوي 1، وعندي إن توافيق الإن راح تساوي 1 أيضا. إذا 10، لو قلنا 10 توافيق الـ10 راح تساوي 1، لكن لو عطاني 10 توافيق الـ1 راح تساوي 10 نفسها. هذا بالنسبة إلى جزئية التوافيق. عندي الآن نبدأ نشوف السؤال ونبدأ نفصله. رشحت مدرسة 12 طالبا من الصف الثاني ثانوي و16 طالبا من الصف الأول ثانوي للتنافس على 6 جوائز نظرا لتفوقهم الدراسي. إذا تمت مقابلة المرشحين واختيار 6 منهم بشكل عشوائي، فما احتمال أن يفوز بالجوائز 3 طلاب من الصف الأول ثانوي 3 طلاب من الصف الثاني ثانوي؟ أول شيء أحتاج أني أوجد الحالة العامة. الحالة العامة أنا عندي 28، لأني أنا أخذت 12 من الصف الثاني و16 جمعته مع 28 طالبا. طيب اختار
أو اختيروا منهم 6 طلاب. طبعا هنا قالك عشوائي بدون ترتيب معناها توافيق بشكل مباشر، معناها راح نكتب 28 توافيق الستة. هذه الحالة العامة. راح ننتقل إلى الحالة الخاصة. الحالة الخاصة إيش قلنا؟ تأتي بعد فما احتمال. الحالة الخاصة أول شيء نختار 3 طلاب من أصل من الصف الأول. الصف الأول عددهم 16، إذا من أصل 16 معناها راح تكون 16 توافيق الثلاثة. الحالة الخاصة الثانية نختار أو اختيار 3 من أصل 12 اللي هم طلاب الصف الثاني، فمعناها 3 توافيق أو عذرا 12 توافيق الثلاثة. راح نبدأ نكتب نحسب الاحتمال الآن. طبعا هذه الطريقة هي أسهل طريقة في حل الاحتمال باستعمال التوافيق. عندي الآن راح يكون الاحتمال ب، قلنا الحالة الخاصة. طيب هنا في السؤال و، بما أن في السؤال و معناها عملية ضرب، و مرتبط بعملية الضرب مرتبط بالتقاطع، أو مرتبط بعملية الجمع مرتبط بالاتحاد، هذه لازم تكونين أنت عارفتها. في السؤال قال لك و معناها 16 توافيق الثلاثة ضرب 12 توافيق الثلاثة على الحالة العامة اللي هذه طلعناها 28 توافيق الستة. بعد ما ندخلها بالآلة الحاسبة راح تصبح عندي 0.327 من 1000. راح نقربها نحولها إلى نسبة مئوية، أني أنا راح أضرب في 100 فتصبح عندي 32.7%، أو نقدر نقربها إلى أقرب عدد صحيح فتصبح 33% نفس إجابة هذا السؤال. الآن راح ننتقل إلى تحقق. في المثال الأول إذا كان عدد الذين رشحوا من الصف الثاني 3 ومن الصف الأول الثانوي 11، وكان عدد الجوائز 4 واختير 4 طلاب من الذين رشحوا بطريقة عشوائية، فما احتمال أن يفوز طالبان من الصف الثاني وطالبان من الصف الأول؟ على طول راح نقول، راح نحلها بشكل مباشر، الاحتمال يساوي طبعا الحالة الخاصة هي اللي بعد السؤال، فما احتمال هي تأتي الحالة الخاصة نكتبها في البسط، أن يفوز طالبان من الصف الثاني ثانوي. الصف الثاني ثانوي عددهم 3، فمعناها راح يكون 3 توافيق الاثنين ضرب، وطالبان من الصف الأول وعددهم 11، إذا 11 توافيق الاثنين على المجمل اللي هم موجودين عبارة عن مجموعهم كله 11 زائد 3 عبارة عن 14 توافيق الأربعة، لأنهم راح يختارون 4 طلاب. بعد ما نوجدها أو ندخلها بالآلة الحاسبة، طبعا التوافيق عبارة عن شيفت زائد عملية القسمة. راح نكتب العدد بعدين اللي هو عبارة عن 3 بعدين شيفت عملية القسمة بعدين 2 وراح يطلع لي القيمة مباشرة. فبعد العملية الحسابية راح يطلع لي 0.165 من 1000، راح أحولها إلى نسبة مئوية تقريبا 16.5%. هذه بالنسبة إلى التوافيق. التوافيق زي ما قلت لكم لا تعتمد على ترتيب معين، أو الترتيب ليس مهم. الآن في الاحتمال باستعمال التباديل الترتيب مهم، الترتيب جدا مهم في هذا السؤال. عندي الآن راح أخذ مراجعة على التباديل. أول شيء التباديل رمزه
ب. لما أجي أوجد ثمانية تباديل الثلاثة عبارة عن الثمانية مضروبة مضروب ثلاث حدود لها الأولى، ثمانية في سبعة في ستة، لو أخذنا أيضا عشرة تباديل الاثنين عبارة عن العشرة في التسعة، أيضا لو قلنا خمسة تباديل الخمسة، خمسة تباديل نفسها عبارة عن مضروب الخمسة اللي هو خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد. أيضا لو قلنا خمسة تباديل السبعة، أنا عندي الخمسة ما أقدر أضرب سبعة حدود، الخمسة أصغر من السبعة، هنا راح تكون غير معرف أو مستحيلة. لما يجي عندي N تباديل الـ N، التباديل نفسها هي عبارة عن مضروب الـ N، لكن لو كانت N تباديل الواحد راح تساوي N نفسها. هذه كلها معلومات عن التباديل، وزي ما قلت لكم الترتيب جدا مهم في التباديل، الترتيب جدا مهم في التباديل. نبدأ الآن نشرح المثال الأول. طبعا في هذا الدرس نعتمد على الحالة العامة والحالة الخاصة، دائما الحالة العامة تأتي في بداية السؤال، الحالة الخاصة بعد ما احتمال. أول شيء عندي الحالة العامة، لدى صالح ست أصدقاء تبدأ أسماءهم بالأحرف A B C D E F، ويتوقع من كل منهم اتصالا هاتفيا للاتفاق على موعد رحلة ينوون القيام بها. إذن عند ست أصدقاء تبدأ أسماءهم بهذه الأحرف، يتوقع اتصال منهم، معناها راح يتوقع ست اتصالات، فهذه بالنسبة للحالة العامة. طيب أنا عندي ستة، لما أوجد اللي هو عبارة عن التباديل راح يعطيني مضروب الستة. ليه؟ لأن ستة تباديل الستة راح تساوي بعد عملية الضرب 720. طبعا ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد تعطيني 720، هذه الحالة العامة. نأتي الآن للحالة الخاصة اللي راح نكتبها في البسط. أول شيء لدى صالح ست أصدقاء تبدأ أسماءهم، طب نبدأ بعد ما احتمال أن يتصل A أولا، معناها الأول احتمال واحد، هذا بالنسبة إلى A، A أولا، B ثانيا، معناها B اللي هو صديقة راح يتلقى منا اتصال واحد، ويتصل كل من الاف والدي، عذرا الدي والاي والاف راح يكون اخيرا. اذا كم عددهم؟ عددهم ثلاث اصدقاء في ثلاث اتصالات، او ثلاث اصدقاء تباديل ثلاث اتصالات. متبقي عندي مين؟ اللي هو السي، بما ان السي لم يذكر فهنا راح يكون السي ثالثا. اذا اتصال، اذا صديق راح يتوقع منه اتصال واحد. اذا انا كتبت الحاله العامه فصلتها وكتبت الحاله الخاصه، راح يكون الاحتمال الان، ركزي معي، بما ان و كلمه و او الربط و موجود فمعناها عمليه ضرب، فراح نقول واحد تباديل الواحد ضرب واحد تباديل الواحد ضرب واحد تباديل الواحد ضرب ثلاثة تباديل الثلاثة على الحالة العامة اللي هي عبارة عن طلعناها ستة تباديل الستة، راح تساوي عندي الآن هنا ستة على 720 بعد التبسيط 100 واحد على 120، واحد على 120 راح تساوي تقريبا
0.8%، نفس اللي إنا طلعناها الآن، هذه 6/720. راح نحل تحقق 2. عندي في تحقق 2 سباق، اشترك صلاح نبدأ ناخذ الحالة العامة والحالة الخاصة. وهنا بما أن قال لي اشترك صلاح وعبد الله وسليم مع 5 رياضيين آخرين، خلاص ما احتمال أن ينهي الثلاثة السباق المراكز، معناها ترتيب جدا مهم، معناها راح نستخدم قانون التباديل. عندي راح يكون الاحتمال في السؤال الثاني، الاحتمال أو نقول الحالة العامة، اشترك صلاح وعبد الله وسليم في سباق 400 متر مع 5 رياضيين، ما احتمال ان ينهي هؤلاء الثلاثه في المراكز الثلاثه الاولى، معناها ايش راح يكون؟ راح يكون الثمانيه لعددهم كله تباديل الثمانيه، لانهم راح ينهون السباق جميعهم. اذا 8 رياضيين في 8 مراكز، 8 رياضيين في 8 مراكز. عندي الآن الحالة الخاصة، الحالة الخاصة الثلاثة في المركز الثلاثة، عندي الآن الثلاثة سينهون السباق في المراكز الثلاثة الأولى، الثلاثة في المراكز الثلاثة الأولى، معناها ثلاثة تباديل الثلاثة. وعندي ما احتمال، وعندي الآن البقية المتبقية اللي هم 5، فمعناها راح نقول 5 في المراكز الأخيرة، فيصبحون عندي 5 تباديل الخمسة. إذن راح يكون الاحتمال يساوي الحالة الخاصة، راح نجري بينهم عملية ضرب، 3 تباديل الثلاثة مضروبة في 5 تباديل الخمسة، عذرا تباديل الخمسة على 8 تباديل الثمانية، راح تساوي 1/56، راح يكون عندي 1/56. هذه بالنسبة إلى الاحتمال باستعمال التباديل. عندي الآن المتغير العشوائي والتوزيع الاحتمالي، يسمى المتغير الذي يأخذ مجموعة قيم لها احتمالات معلومة متغيرا عشوائيا، والمتغير العشوائي الذي له عدد محدود من القيم يسمى متغيرا عشوائيا منفصلا. نأتي الآن إلى التوزيع الاحتمالي، هو دالة تربط بين كل قيم من قيم المتغير العشوائي ما احتمال وقوعها، ويعبر عنها بجدول أو معادلة أو تمثيل بياني، ويجب أن يحقق، لابد من تحقق الشرطين، احتمال كل قيمة من قيم X محصورة بين 0 و1، مجموع كل احتمال قيم X يساوي 1، إذا المجموع الاحتمالات لازم يساوي 1، والتوزيع الاحتمالي المنفصل هو توزيع احتمال متغير العشوائي المنفصل. عندي الآن في مثال 3، يوضح القرص ذو المؤشر الدوار توزيعا احتماليا، حيث يمكن أن يتوقف المؤشر على أي من القطاعات الملونة، وقد كتب على كل قطاع احتمال ظهور، لاحظ أن مجموع الاحتمالات يساوي 1، يعني لما أجي أجمع هذه كلها راح تساوي 1. مثل بالأعمدة، مثلوا الآن بالأعمدة. بي استعمل التمثيل بالأعمدة لتحديد اللون الأكبر إمكانية للوقوع المؤشر عنده، ثم أوجد احتماله. عندي أول شيء الأكثر إمكانية هو البنفسجي، خلاص راح يكون احتماله 1، هنا 1/4 أو نقول ربع. أوجد أخضر أو أزرق، هنا كلمة أو معناها عملية جمع، معناها اتحاد، كلمة أو عملية جمع ومعناها اتحاد. عندي أوجد احتمال أخضر أو أزرق، أنا عندي الأخضر
أو أزرق، معناه كلها عند سدس. راح نقول سدس زائد السدس راح يساوي 1/3، لأن هنا راح يكون 2/6 كلها تقبل قسمة على 2 فتصبح 1/3. تحقق من فهمك. يوضح الجدول أدنى توزيع احتمال احتمالين، حيث ألقى مكعبان مرقمان من 1 إلى 6 مرة واحدة، وسجل مجموع العددين الظاهرين على الوجهين العلويين واحتمال كل منهما. مع إيش معناها الآن؟ معناها أنا عندي 1 و1، عندي 1 و2، عندي 1 و3، عندي 1 و4 و5 وهكذا، وأرجع 2 و1 وهكذا. إذا إنه يظهر لي عندي الآن المجموع 2 الاحتمال 1/36، 3 احتمال 1/18. الآن التمثيل بالأعمدة، خلاص نمثل بهذا الشكل الأعمدة. نأتي إلى 3B، استعمل التمثيل بالأعمدة لتحديد الناتج الأكثر إمكانية للوقوع، ثم أوجد احتمال الأكثر إمكانية للوقوع لأكبر هو عبارة عن سدس، هو عبارة عن السدس. فإذا احتمال راح يكون احتمال 7 عبارة عن السدس. هذا إجابة 3B. 3C، أوجد احتمال 5 أو 11. 5 عبارة عن 1/9، والأحداش عبارة عن 1/18، فيها كلمة أو معناها جمع. راح نقول 1/9 زائد 1/18. هنا راح نوحد المقامات، راح نضرب في 2 فتصبح عندي 2 زائد 1/18، 2 زائد 1 اللي هو عبارة عن 3/18، كلها تقبل القسمة على 3 فتصبح عندي 1/6. إن الاحتمالات التي تم دراستها هنا في احتمالات نظرية، احتمالات نظرية لأنها مبنية على افتراضات يتوقع الحصول عليها، بينما الاحتمالات التجريبية يتم تقديرها من عدد من التجارب. والقيمة المتوقعة أو التوقع الـ E of X هي المتوسط الموزون للقيم في التوزيع الاحتمال المنفصل، أي أن القيمة المتوقعة E of X هي مجموعة حواصل ضرب قيم المتغير العشوائي X في احتمال كل من منها B of X. ويمكن إيجاد باستعمال هذا القانون هنا الـ XI عبارة عن العنصر، والـ B of XI عبارة عن احتماله، وتنتج القيمة من خلال اعتماد الاحتمال النظري كوزن لمتغير عشوائي، ويخبرك بما يمكن حدوثه على المدى البعيد، وذلك بعد محاولات كثيرة. عندي الآن أوجد القيم المتوقعة عند رمي مكعب مرقم من 1 إلى 6 مرة واحدة. أول شيء أنا عندي الإكس، وعندي احتمال وقوع البي أوف إكس. أول شيء أنا عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6 احتمال ظهور 1/6، احتمال ظهور 2/6، احتمال ظهور 3/6، احتمال ظهور 4/6، احتمال ظهور 5/6، احتمال ظهور 6/6. الآن أنا طلعت الآن الاحتمالات وطلعت العناصر، إيش راح نسوي؟ راح نضرب 1 في 1/6، 2 في 1/6، و3 في 1/6، و4 في 1/6، و5 في 1/6، و6 في 1/6، والقيم راح نجمعها فتصبح عندي 21/6 راح تساوي 3.5. عندي الآن في تحقق من فهمك 4، أوجد القيمة المتوقعة عند رمي مكعبين مرقمين مرة واحدة، وتسجيل مجموع العددين الظاهرين على الوجهين العلويين. أول شيء فضاء العينة بالنسبة للمكعبين 6 في 6،
راح تساوي 36. الخطوة الثانية، أنا عندي الإكس، قيم الإكس واحتمال وقوعها. عندي أعيد، أوجد القيم المتوقعة عند رمي مكعبين مرقمين مرة واحدة وتسجيل مجموع العددين الظاهرين. احتمال يطلع لي 1 و1 2، احتمال يطلع لي مجموعهم 3، احتمال يطلع لي مجموعهم 4، احتمال يطلع لي مجموعهم 5، احتمال يطلع لي مجموعهم 6، احتمال يطلع لي 7، احتمال يطلع لي 8، احتمال يطلع لي 9، احتمال يطلع لي 10، احتمال 11، واحتمال 12، لأن 6 + 6 = 12. طيب خلونا نشوف الاحتمالات. عندي عشان يطلع لي مجموعهم 2 وما عندي إلا حالة واحدة من 36. 3، أنا عندي 2 و1 و1 و2، معناها 2 على 36. 4 2 و2 3 و1، فمعناها 3 على 36، وهكذا. هنا 4 على 36، هنا 5 على 36، هنا 6 على 36، هنا 8. راح تكون ما عندي إلا 2 و2، وعندي 4 و4، فتصبح عدد المحاولات 5 على 36. إذن 9 4 على 36، لأن 4 و5 و5 و4، وعندي 3 و6 و6 و3، وعشرة 3 احتمالات من 36، و11 عندي 2 من 36، و12 عندي حالة واحدة من 36. عندي الآن راح نوجد الـ EX اللي عبارة عن المتوسط في مجموع القيم. عندي 2 زائد طبعا هنا 2 راح أضربها في 3، والثلاثة راح أضربها في 2، والأربعة راح أضربها في 3، وهكذا كلها مقامها موحد على 36. فاثنين لما أضربها في 1 تعطيني 2، 3 لما أضربها في 2 تعطيني 6، والأربعة لما أضربها في 3 راح تعطيني 12، والخمسة لما أضربها في 4 راح تعطيني 20، وستة لما أضربها في 5 تعطيني 30، وسبعة لما أضربها في 6 تعطيني 42، وثمانية لما أضربها في 5 تعطيني 40، عندي الآن، والتسعة لما أضربها في 4 تعطيني 36. خلوني بس أصغر الخط، راح أكتبها مرة ثانية بخط أصغر. عندي الآن الـ A of X اثنين زائد 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 +
252 على 36 راح تساوي 7. إذن العدد أو القيمة المتوقعة 7. بهذا السؤال نكون انتهينا من هذا الدرس، ودمتم في رعاية الله.